السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحيحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للبنات اللي بغاو يشوفوا داكشي ديال هاد العروض ديال بيم على المباشر، على المباشر اللي جيت لبيم ان شاء الله نوريكم لي زارتيكل داكشي مباشره هكا تشوفوا محي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، نبداو الجوله ديالنا. زوينة خاطي، أنا عندي هيا الماشين ديال الشباكية الشاف ماكس، راه زوينة كاليتي غزالة زوينة. هذا اللي كيقرا في الطبلة، وهذا اللي كندورو بيه. نوريها ليك بلاتي. ها هي لا ماشين ديال الشباكيه اللي صاب لي كلشي غزاله البنات، راه عندي في حاله زوينه. ها هي نوري لكم الشاف ماكس، ماركه زوينه. هما البنات ليسونسييل انهم ما يتقاسوش بالماء، واخا تشري ماركه ما عرفت كي دايره ولا شحال ما شريتيها، اون فوا تتقاس بالماء تتخسر، تدخل تتيبس هكايا تتنش فيها، ولا ديك العجينه فيها اصلا تتيبس ولا تتنقى. صافي ها هما فيها النيفو الاول الثاني، هذا ديال بحال شنيخه ولا سباغيتي ولا ها تيبان لكم. والثمن ديالها 120 درهم، قول 119 درهم، 120 درهم. هذا كي قلت لكم راه ديال الطبله، وهذا اللي كندورو به هنايا. تبقاي تبدليه، كديري مره هنا بغيتي هاد النيفو هذا، كديري هنا بغيتي هاد النيفو هذا، كديري هنا بغيتي هاد النيفو هذا، كديري هنا. راكم تبارك الله عارفين ما شاء الله عليكم. 120 درهم. وعاود كاين هاد البنات هاد الروبو هذا، هاد الهاشواغ هادي، هادي امبيريال راه ماركة زوينة. أنا غنوريها لكم من الداخل كيف دايرة، البنات اللي بغاو يشوفوها من الداخل. هادي الغطا ديالها، هاهي تسبان لكم، نوريها لكم. شوف هاد ال الكواتش هو هنايا، وها هي بالنسبه للسكاكين البنات. هذه البنات راه كدار في القاع من التحت باش تقبط لكم في البلان دو طرافاي ولا في البوطاجي ولا فين تخدموا، غادي تتركبيها في القاع ديالها من برا باش تشد لكم ما تبقاش تلعب. و بالنسبه للسكاكين البنات فيها هذا، هذا دوبلي، وفيها هذا، وهي راه ديال الدجاج البنات. او ديال الدجاج غزالة، ولكن تخافوا البنات من الهرس. المهم هي غزالة البنات، رشو قالك اتركوا المكان احسن من مكان حاجه اللي خصنا نرشوها كما هي. خدامه بيد وحده، شوف صافي. ايوا رجعنا كل حاجه لبلاصتها، سدوهم، رجعنا كل حاجه لبلاصتها البنات. بالنسبه للثمن البنات 219 فاصله، بالنسبه للثمن البنات 219 درهم. غزاله زوينه. ايوا ننتقلوا لحاجه اخرى. كاين هاد الفخيتوز البنات عجبتني، غزاله غزاله، سيرتو دابا مع الزيت تبارك الله غلا. هاد الفخيتوز راه بدون زيت، تتقلي فيها بدون زيت، كتهز وليكم شحال كتهز فيها انتو فيها. مهم فيها لالارم اللي كتالي كدير لالارم فيها جونيرال فاتيه شنو قلت تعالي، كتهز جوج ليتر هادشي اللي بان لي قبيله والله ما قلت فين شفتها. وهانتوما كتشوفوا البنات راه بلا زيت راه. وكاين هادو البنات الصفايات، انتم غزالين زوينين زوينين. شنو هي اللي ما كاين هاد الصفايات هادو باسوار ديالها 15 درهم تركيا. وعاود هادي حتى هادي داير 13 فاصله 90 بحال بحال هادي 15 درهم.
زوينين تبارك الله زوين دقيقل الانوكس ديالو كيبان زوين. هذا حتى هو ديال 14.90 و 15. وكاين هذا هذا ماشي مع هذا زعما اسورتي كون داروا غير حتى هذا في هذا الموف يجي كلشي يجي كلشي اسورتي بيزون فوي تاهو ديال 14.90 ما بانليش الثمن ديالو سي 14.90 و الفوي تاهو 14.90 كلشي هادو دايرين 14.90 نديرهم لون واحد يكون حسن. هذا سهل زوين البنات عجبني تاع الانوكس ديالو نقيقي زوين. شنو اخر هذا راه فيه زوين هذا شي كدا 30 درهم البنات كنت انا شاريه بشي 40 درهم دابا رخاصو. وكاين هاد البلاندر هادو بغيتو ليكم ما جاوش هاد البلاندر البنات دير 200 درهم 199 فصيلة 200 درهم كيف ديالو جديد جوج كيف ديالو هاد الطحانة البنات راه هذا 199 درهم كل 200 درهم ولكن البنات الكاس ديالها راه ديال الجاج وديال العطرية تا هو البنات ديال الجاج. هذا صدمني يعني ما يسحبليش راه تا هو ديال الجاج هذا راه تا هو ديال الجاج غزالة فنة فنة. هاهي السعة ديالها اللي كتبان ليكم ستة لي كابس. المهم هاهي السعة قرا يترون البنات هاهي تشوفو هي إترونس كتهز إترونس والبنات راه هذا ديال الجاج والله إلا صدماتني و 200 درهم الثمن ديك 199 فصيلة راكم عارفين 200 درهم كلها جاج ما شاء الله معرفتش ليه غزالة غزالة تا في الهزة تبارك الله ولكن خاصها غير واحد يخدم بها البنات تمشي تهرس ليكم ولكن شي حاجة واعرة غزالة البنات اللي باقيين بالنسبه للبنات اللي باقيين ما خداوش هادو كانوا ديك السيمانه اللي فاتت تبارك الله راهم باقيين هادو هاد لي زارتيكل هذا راهم باقيين هادو هما البنات راه باقيين هاد لي بول حتى هما باقيين يعني كاين شي حوايج الحمد لله هادو جابهم منهم بزاف تبارك الله واخا خرجوا بزاف راه باقيين داكشي البنات واعر توب هما باقيين الخيط موجود البنات هادو راه باقيين حتى هاد التويشيات البنات راه باقيين اللي مازالين ما خداوش اللي ما ساعدتهمش الظروف يجيو ياخدو هادو هما راه باقيين البنات ديك ديال العود شنو هي الصالة الكهربائية غنشوف لا هاي هاي شحال هي لا عاد تمن 83 90 19 100 18 العفو راه تنفع في رمضان ايه هو كذا برجع ايه خلاص رمضان ايه خلاص رمضان ايه الصحة والراحة وهيد العصارة دايره 80 درهم ديال الدور راكم عارفينها البنات. المهم انا جيت تقريبا على قبل هذه وريتها البنات شافوها كلشي باغيها تبارك الله البنات راه ديروا حتى لي صابلي راه ماشي شرط غير الشبكيه ولا باش نيخه ولا حتى لي صابلي كتبقاو تسرحوهم غير بهذيك. ايوا شنو اخر شنو كاين وريتكم هاد العشوار كاين هاد الكوكوط بلاتي هاهي ويلي جبتها هادي راه غرانيت من الداخل
سيترون 500 درهم 493 فاصله هذيك اللعيبه، وصناعه المانيه 6 ايترون كسيكيس ديالها شوفوا ديالك بلاتيو سيتو ديال ايد واحد. ها هو شي حاجه غزال غزال دقيق لهاد الكسيكيس ديال البنات تقيل صبروا معايا قالك نعوضوها سمحوا لي قالك اترك كل مكان احسن من مكان نرجعوا لهاد البلاصه. ها هو والغلاقه ديالها نوريها لكم البنات عاديه الشفاشه ديالها الصفاره 500 درهم البنات السيترون الداخل جرانيت وهي اينوكس صناعه المانيه. ها هي انا ديجا راح حطيت لكم الكتالوج ديال هذا الاسبوع لكن البنات تيبغيو يشوفوا داكشي على المباشر تيبغيو يشوفوه على الطبيعه. هادي راه محلولة شونتيو لي بغيشوف شنو اخر بالنسبة للسطولة راه فيهم صغار وكبار هادو راه صغار كاين في هاد الموف كاين في الحمر في الغوز في هاد الخديتر هدا وكاين الكبار ديالهم. هاو الكبير ديالهم هدا راه ماشي غلاقت هدا غير درتو ليه هو غلاقتو في هاد اللون هدا الكبير وهذا الصغار السطول الكبار بالنسبه للثمن السطول الكبار 30 درهم والصغار 15. ها هو الفران 50 متر ايتيمات هذا راه باقينا شنو شو الفرارون كاينين هاد جوج لا كاينين كاينين سلعه كاينين ثلاثه مازال ثلاثه مازالين البنات سمعوا الفرارون اصلا كيطيروا بسرعه الثمن ديالو البنات 750 درهم ايتيمات 50 يترو ها هو. وبالنسبه لهاد الديمان اللي جيت فيه اللي جيت ليه راه كتبقى فيه شويه سلع راه هانتو هي الغساله باقا هادي ماكينه التصبين راها باقا وفي هذا وفي بيم خرين راها تقادات هذا كتبقى فيه شويه سلع مطوله قلت لكم سجلت لكم ها هو الفران ما محلولش باش تعرفوا كون كان محلول كون وريته لكم وكاينين هاد القطاعات هادو باكي فيها 3 ب 60 درهم ها هي بحال هادي تخليها الخضار مثلا مثلا هادي اللحوم غير انا تنقول تيكون هكا البنات مختلفين باش كل حاجه تصلح شي حاجه معينه شوفوا. وبالنسبه للترموس البنات دير شي نتي نوريه لكم البنات اللي سولوني على الترموس هو الترموس كاين في لون واحد سيدي يلاه داتو في لون كاين في الالوان دير 70 درهم نوريها لكم من الداخل ها هو القلب ديالو كتشوفوا فيهم الالوان شفت وحده يلاه دات في لون واخ ايوا نسدوه وردو 70 درهم البنات 69 ديك اللعيبه 93 93 راكم عارفين ماركوتينغ. وكاينين هاد الطويجنات هادو في السيبورا ديالهم دايرين 120 درهم ولكن شوفوا البنات راه الزواقه مختلفه هاد الزواقه هادي راه يعني مختلفه على هادي الميزان
ميزان شوف ماكس راه فيه الالوان شحال داير 90 درهم كاين في الالوان دابا هذا في الاحمر بلاتي انا نوريه لكم ها الميزان ها السيقورة ديالو ها لي بيل ديالو وهذا راهما في الالوان البياض هذا ما عرفش شنو الاخر ما عرفش صار بلون ممكن انا متعدده 90 درهم رجعنا بلاصتو صافي اخيرا كاين هذا المول هذا البنات غزال وثقيل 99 فاصله راكم عارفين هي 100 درهم وبالنسبه للكميه جوج ربعه شحال دايرين هنايا قولي 8 اللي جايبين يعني اللي بغاتو تزرب لي شي حاجه واعره هو باش كلو زوين 100 درهم اللعبه ديال 99 كيف ليكم غزال شي حاجه واو صافي بنات درت معكم هاد الجوله بسيطه بسيطه باش تشوفوا داكشي على الطبيعه وبالنسبه لهاد هاد بيم البنات اللي جيت لي انا تتبقى فيه سلعه شويه هاد بيم هذا راه كاين في زنقه سوميه معليش الدرك بزاف يعني السلعه كتقدر تلقايها واخا تلقايها خوات طارت في بيم هذا تلقايها طارت في بلايص اخرين في بيم في بلايص اخرين ولكن هنا كتبقى شويه السلعه عندهم معطله حيت اغلب الناس هنا موظفين وخدامين وداكشي ما عندهمش حتى الوقت باش يجيو الصباحات ايوا هادشي اللي كاين البنات واللي بغات العلوان تقول لي نحطو ليها البنات اللي مازال ما خداو هاد اللعيبه ديال السلطه كتحطيها قدام الباب ولا كتجمع فيها السلطات ها هما البنات راه مازالين في هاد البيم هذا كاين دي بيم بيم راه ما بقاوش فيهم طاهروا ها هي نوري لكم مونطيه 100 درهم وها هي مونباليه والبنات اللي بغات العلوان ديال هاد البيم تقول لي ان شاء الله ملي غنحط الفيديو هما البنات قلت لكم هادو راهم تيبقاو اونبالين ها هما لو ها هو لو طابي البنات دابا نحط لكم شحال فيه وكي كتعرفوا هادشي كله هما اونبالي ما تيتحلش يعني ما كاينش الفرصه كيفاش نصوروا لكم هانتو لو جوج ماكس هاد بيم البنات لي تنسجل فيه أنا راه في زنقة سمية واحد السيدة جات عندي قالت لي هاد راه غزال زوين فيسا خداتو هما هادو ما تخيتيش رجعتي قفرة عليهم بلا ما قفرتي الخدمة لا خد شي حاجة سالت من الخدمة بصحة والراحة حيت انا غتبان ليا فيا انا شفتكم كلكم كتهزوا وعجبني في الحقيقة غزال شحال 100 درهم 100 دريال تبارك الله ثقيل وغزال غير قلت له واش غيخرج لينا ديك هاد الحفيرات راه باينين غيخرجوا الزربيه البنات فيها جوج وثلاثين على متر وستين كيبان ليكم حيت مبرومة تما مقدرش نقول لكم هذا مقدرش نقول لكم الميتراج ديالها هادشي اللي كاين شوفوا تبارك الله البنات طارو طارو ما كيطيرو ما شاء الله هو الله يرزق الجميع هنا البنات نتاهات الجولة ديالنا كنتمنى الفيديو يعجبكم ما تنساوش البنات لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والبنات ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد يلا البنات السلام عليكم وجمعة مباركة والى اللقاء ان شاء الله في موعد اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته